مشاهدي قناة فاس تي في ان، مرحبا بكم واهلا وسهلا بكل المتابعين، سواء على الصفحة الرسمية للقناة، سواء في موقعنا الالكتروني فاس تي في ان بوان كوم ولا بوان ام ا، سواء طبيعة الحال في كل لي ريزو سوسيو، يعني تيك توك، الانستغرام، وكذلك على لاشين يوتيوب. كنرحبوا بكم، واليوم في حلقة طبيعة الحال خاصة على رحلة المونديال إلى قطر. يعني كل شيء تابع ان مجموعه من المؤثرين، مجموعه من الناس اللي هم معروفين، مجموعه من الشخصيات اللي تابعت هذه التظاهره اللي شرفنا فيها المنتخب الوطني ديالنا، واللي خرجنا كاملين من واحد الرتابه ومن واحد الياس ومن واحد الحزن ومن واحد الكآبه، وخرجنا كلنا للشارع بلا ما نشعروا. كل شيء خرج، مغاربه كبير وصغير، ملكا وشعبا، كل شيء خرج للشارع كيفرح. فمعنا اليوم ضيف خاص في حلقة خاصة اللي غادي نتحدثوا معاه على كيفاش كانت الرحلة، كيفاش كانت الأجواء، كيفاش عاشها هو داخل وخارج الملعب يعني. وكنشكره بهذه المناسبة لأنه أهلا كان بك. كينقل لنا الأجواء كذلك، وكان بمثابة مراسل ديال القناة. شحال من واحد العفو. صحاب له، أنا اللي كنت في قطر أو لا أصدقاء آخرين، فهذا السيد هو اللي كان في قطر. لا لا لا، كنرحبوا مرحبا. جميع بصلاح الصالحي المعروف بالسمرطس. لا سمرطس، مرحبا بك خويا معنا. الله نقول لك يصحك. سمرطس ولا نقول لك صالح؟ خذ راحتك مرحبا. ما قال له الله الدار يخليك، دارنا اخويا الله اسمع يحفظك، عبد. الله يخطيك. المهم اولا انا سعيد جدا باش نكون حاضر على مرحبا. منبر فاس تي في ان، وصراحه دي دعوه اولا كانت يعني كما بيقولوا مرحبا، مشرفه، لان الله يحفظك، انفيتيتينا هذا بواحد واجب. الطريقه اللي مرحبا كتليق اخويا صالح، بمستوى مرحبا. ديال واحد انفليونسور ولا نعم، يوتيوبرز. المهم نقدروا نهضروا على الاجواء. نهضروا على الاجواء، ولكن حنا بغينا نعرفوا شكون هو صالح الصالحي. انا تنعرفك، بزاف الناس هنا نعم تيعرفوك في فاس، ولكن حنا قناة اللي كيتبعونا ناس من مختلف انحاء نعم العالم، نعم نبغيو نعرفوا شكون هو صالح السمرطس. اكيد ولاد فاس كيشوفوا الافلام ديالو، كيشوفوا نعم قراصنة الشارع، تيشوفوا بزاف ديال الافلام اللي هي هادفة. ماشي موضوعنا في هذه الحلقة، ولكن غنشيروا ليه ويقربنا منه. سي صالح، عرفنا بصالح السمرطس وعلاش السمرطس والاعمال اللي كدير بالضبط باش وليتي معروف وليتي يوتيوبر، اللي عندك نعم واحد المنحة خاصة ديالك. نعم بالنسبة لصالح الصالحي، هو ولد فاس، خلاق وكبر في بفتوح. المهم خدا البكالوريا ديالو في 2012، مشى كمل في المعهد المتخصص مهن السينما بورزازات، خريج ديال بروموسيون ديال 2014. المهم لعبنا في كما كنقولوا كرة القدم، لعبت في المدرسة ديال الماس وانا مولد ديال الاظافر ديالي. لعبنا في تروازيام ديفيزيون، درنا اعمال يعني كما كنقولوا أعمال جمعوية، كذلك يعني درنا دورات تكوينية على مستوى ذاك التربية الوطنية والشباب والمخيمات الصيفية. بالإضافة لذلك يعني كنت خديت دبلوم من آنذاك كانت كتسمى بعصبة الوسط الشمالي، دابا كتسمى عصبة فاس مكناس. خديت دبلوم ديال الدي، يعني أشرفت على تدريب مجموعة ديال الفرق بحكم يعني الاهتمام ديالي بالكرة، ولعبت الديسكا لعاب وهذه. المهم يعني نقدر نقول لك من كل فن طاره، يعني وهذا الشيء اللي باينين كاين دو فولي، باينين ما جوج دام ديال اللي كاين الحويجات باينين، فن ورياضه. ديبلوم في السينما، وداك الشيء خلاك انك تبدا وتبدع في انتاج واحد المجموعه انتاج ديال الافلام ان اللي هي المعهد خلاني ننطلق عظيم. من اليوتيوب، ان جات فكره من تما. والفكره الثانيه هو انك تكونت من الصغر في الرياضه، رياضي، نعم لاعب كره قدم من المدرسه ديال الماس من الصغر، نعم خلاك عاوتاني اتجهتي داك الشيء الاتجاه اللي ديال كاين التدريب، ومن هذا هو هنا اللي جاء كاين. الحب ديال الرياضه نعم وديال كره القدم، وهو اللي خلاك ربما تمشي ل كي ياكلك الشوكة. في الدم ديالك الشوكه باش تمشي هذا هو اللي كاين لقطر، تعيش الصراحة، ديك هذا الاجواء هو ديال اللي قطر. كاين. واخا قبل ما ندخلوا للرحله كيفاش كانت في قطر، غادي نبقاو جميع مع هذا الفيديو القصير اللي من خلاله كيبان الترحيب ديال وليدات فاس بولد فاس بالسمرطس. وكنظن في الفيديو ما تيبانناش غير ولاد فاس، تيبان لنا بزاف ديال الجماعة المغاربه وبزاف ديال الجنسيات اللي فرحوا بصالح فاش شافوه في قطر. سوق واقف ولا فين ناس كنت سوق واصل؟ واقف. سوق واقف، ماشي وبالمناسبة كاس. قبل ما نشوفوا الفيديو، هذه تحية خاصة لمغاربة قطر على حفاوة استقبال، يعني ماشي مجاملة ولا هذه، يعني صراحة رحبوا بنا ترحيب يعني خاص، وهذا يعني إن دل على شيء إنما يدل على يعني كرم كرم المغاربة ديال داخل المغاربة وخارج أرض فيما الوطن. مشيتي. ده هو إذا اللي كاين. نبقاو جميع مع هذا الفيديو القصير ورجعوا لكم، ما تمشيو فيه. يا اخويا صالح بالحمار
إذن تحية مجددة، دائما كنرحبوا بمشاهدي قناة فاس تي في ام. بعد ما شفنا الفيديو شفتوا كيفاش النشاط مع صلاح في انتقال هذا الفيديو تقى وكل شيء فرحان. كبير. بصراحة صلاح بغينا تعاود لنا الرحلة لقطر. أنا مني تواصلنا أنا وياك يعني انا علمتك قبل مشيتي السي محمد بحكم العلاقه مشيتي الحمد لله. بسيمانة قبل من المونديال، وداير في بالك انك غتجلس سيمانه يعني سيمانه دور مجموعات، كنظن باش نكونوا دور واقعيين، راك المجموعات. عارف كاس العالم وما ادري يخص المجموعه اللي وعطينا جينا فيها. التفاصيل اخويا كيفاش عشتي الرحله وكيفاش كانت تطورت، لان سيمانه قبل وسيمانه من بعديها لانك بقيتي تسمى انت اطول حضرتي مده، كنت وقت يعني مشيتي مع بالضبط المنتخب 39 يوم. 39 يوم 39 يوم بالضبط. بالضبط. واخا عطينا بالنسبه الكرونولوجيا هذا ديالها. هو اللي كان المهم بالنسبه باش عارف يعني كما كنقولوا راه الارزاق سبحان الله العظيم. يعني انا كنت يعني بدعوه كريمه ان صح التعبير، يعني كنت انا ما غاديش نمشي بحكم الالتزام ديالي مع ليكيب، وقع واحد البروبليم بسيط مع الفريق اللي كنت انا مشرف عليه، وبالتالي يعني كنت في اخر لحظه يعني غنديكلاري بلي ما غنمشيش. بالتالي المهم يعني وليت عطيتهم هذوك لي دوني ديالي، راك عارف كي تحتاج جواز السفر هذه. المهم صافي عطيتهم المسائل، قررت اني نمشي. يعني نقدر نقولوا البي فيها 15 شهر 11 صافي. هي هذيك خديت كازا فاس كازا الدوحه. صافي الدوحه لقيت استقبال تما هي ديال ده. الجميل هو انه انا ما كنتش زعما متوقع الاقامه في غادي نجلس، كنت يعني بجانب المنتخب الوطني كنت في واحد الاقامه راسي عارفوها الناس ديال قطر ومغاربه مقيمين بقطر الدوحه نورث بلازا. يعني كنت يعني ما فارقناش على ليكيب ناسيونال منظم من با واحد 300 متر. يعني كطلب قريب لكم كيبان. وصلت صراحه المهم وراوني يعني الاصدقاء كيفاش يعني تاخذ المترو، كاين الخط الاحمر الخط الاصفر والخط الاخضر. درتي ريزيرفاسيون ولا مشيتي غير عند انا الاصدقاء؟ لا انا كنت يعني عندي دعوه خاصه، فهمتي دعوه خاصه يعني باش يعني نحضر. يعني هي كانت البيه محدوده بحكم ثلاثه الماتشات، ولكن زدنا شفنا غادي نسير بعوزه قلنا خليها تصل الفينال غادي، احنا قلنا راه غادي يوصلوا ان شاء الله. هذا هو اللي كاين. المهم البلاصه اللي عجبتني انا صراحه ملي وصلت للدوحه هي سوق واقف، لان بحال راك في بوجلود يعني مازال عندهم هما بلاصه النحاس، مازال عندهم بزاف د الحوايج، وتا المغاربه كيتجمعوا اللي بغيتي تقلب عليه من المشاهير ديال المغرب ولا هذا كتلقاهم تمايا. صحافه بي ان سبور يعني مجموعه ديال المنابر الاعلاميه الورقيه المكتوبه مسموعه كتلقاهم تما. يعني هذيك هي البلاصه كنت كنجلس فيها بزاف، واول مره مشيت لقيت الجمهور ديال المغربي بصفه عامه والجمهور المصاوي بصفه خاصه. تحيه للجمهور ديال المغرب الفاسي اين ما حلو. بزاف جماهير فاسيه. جماهير فاسيه كاينه يعني بصراحه بدون مجامله. لك حال حاضر. حاضر بزاف بقوه، والاقمصه المصاويه حاضره يعني بقوه يعني كانت حاضره. واخا يعني نمشيو لاول مباراه. اول مباراه. اول مباراه كيفاش كان الدخول ديالها؟ كيفاش كان الاستعداد ليها؟ كيفاش يعني كيفاش كان التدبير ديال البيي؟ نعم. بزاف ديال التيكي ديال الماتش، حيت حنا هنا كنا متبعين، ولكن راه كيكونوا الحقيقه ما كاين شي تعرفها الا حوايج ما اللي تما. كيبانوش في العدسه، حنا كنشوفوا غير التيران عدسه عامر الكاميرا. هذا هو اللي كاين. تنشجعوا وتنغوتوا هنا وتن ربما حتى الاخبار اللي كنوصلوا للناس ربما كنبنيوها غير على ما كنشوفوا من قنوات اخرى. نعم السي محمد باش تعرف اولا بي، اولا باش اي واحد يمشي بالريزيرفاسيون خصها تكون اكتيفي بي وحده. نورمالمون يعني كانت بي ديال المغرب وكرواتيا ملعب البيس اكتيفي هي اللي كتخول لك باش تدخل بداك البطاقه ديالها. المهم المباراه تقامت في ملعب البيس، غير الاشاره فقط ملعب البيس راهو كيتعتبر واحد من ابعد الملاعب القطريه. يعني كتمشي في المترو كتولي تشد تقريبا ما ينعز 80 كيلومتر، وكل شيء مجاني تكون يعني باش يعرف الجمهور كريم، وكل شيء مجاني ترونسبور كان ترونسبور مجاني ما عدا داك مجاني. اوبر وما يعرف زعما الطاكسيات وداك الشيء مترو بيلي كيتسال يعني كما مجانيه في قطر كامله. دخلنا الملعب البيت، المباراه اللي تلعبت مع الوحده امام المنتخب الكرواتي هي 11 التوقيت المغربي. دخلنا المباراه كانت في اجواء حارقه مشمسه، لعبنا مع المنتخب الكرواتي اللي منتخب يعني صراحه كنا كنقولوا يعني مباراه غتكون صعيبه. المغرب عرف من اين تؤكل الكثيف وخرجنا المباراه لبر الامان. والجميل في هذه المقابله هذه انه صراحه الجمهور المغربي كان راضي على التعادل، خصوصا الجمهور اللي كان حاضر يعني في الملعب ملعب البيت. والاشاره فقط في الامن ما يسمى بامن قوه البطوله، يعني كتدخل كتلقى الجنسيه السودانيه الاردنيه كلشي كيقول لك الله معاكم. يعني هذا هو الجميل في هذا المونديال، كلشي كتلقى اجواء عربيه صراحه كلشي باغي المغرب، وخصوصا السعوديه كانت ديجا ربحات المنتخب الارجنتيني. قال كنتمنى يعني المغرب يحدو حدو المنتخب السعودي لان بحال اللي عطانا واحد الدفعه
وشفنا كيفاش الجماهير السعوديه يعني منين جاو السوق واقف، وبذاك المقوله الشهيره ديال ميسي وينو كسر داعينو، وينو يعني هذيك خرجها واحد السعودي في بلاصه دار لها كما كنقولوا حنا القافيه، ودي كنقولها معاهم، كل شيء كيهضر وعندي دي عليها. فيديو اللي يعني الاحتفال مع المنتخب السعودي واخا دخول التيران كيفاش كان، يعني كيفاش كتمشيو دخول التيران تنظيميا، يعني على المستوى التنظيمي. تنظيميا؟ اي يعني لان كل شيء انبهر بهذه النسخه، وكل شيء عجبو التنظيم، وكل شيء جا كيشاهد بالتنظيم. صراحة كيفاش تنظيم كان الدخول، وكيفاش كنتو، واش كان كل واحد داك البليصه التيكيت ديالو، نيميغوتي الرقم، داكشي الرقم، اللي ما كاين يمكنش تجلس رقم، في شي رقم الا بغيتي اخر. تحرج راسك الا ما جلستي في شي رقم ماشي ديالك غتكون جالس، وغير شي واحد غادي ينوض وقطع في الاحراج، عندك مثلا 340 غنمشي 340، عندك 45 غنمشي 45، المدرج كل مدرج بوحدو، يعني هما اصلا كي اوريونطيوك ملي كتكون غادي كيدخلوك. كيعطيك الباب من الغد وصراحه الدخول كاينين الغد. الامن الخاص بوحدو والفزعه بوحدهم، هادو انواع الامن، امن قوه البطوله بوحدهم، يعني كل امن كيتخصص، كاين امن فواحد حتى اللي الحاجه كاين اللي كيقلبك، كيوجهك اللي كاين كيقلب سكانر كاين. تدوز مسكان، كاين بحال نقول واحد اربعه ديال البراج، كون باراج في الاول يعني كي التيكيت وهادشي ما كيدوزش وعاد السكان. سلاسه، ما كاينش يعني لا ما زحام، ما كاينش كيدخلش زحام، غير في بزاف. المهم هنا ما سبقوش الاحداث، ولكن بحال غادي نقول لك المنافسه كتصعب وتدخل كيصعب، لان لان ولاو كان العدد، المغاربه كيخصهم كان العدد يدخلوا، كبير. ولاو كنا كنشوفوا شي حويجات، المهم جاي لها ان جاي شاء الله، لها ان شاء جاي الله. لها ان هذا شاء هو الله. اللي كاين. واخا التشجيع لداخل تجي الداخل، كتكونوا كتشجعوا كيفاش؟ انا انا بغيت نشوف ده نقول لك التفاعل. التفاعل، انا عارف اخويا اسمع، ده نقول لك داكشي اللي كاين، داكشي انا هو داكشي. نقولها بصراحه، يعني اثناء عزف النشيد الوطني والله العظيم الى كتعيش شاد راسك، كتشوف راسك عينك صغيره والدموع، والله العظيم صراحه انا عندي دي فيديو مهم اللي صراحه يعني كتبقى تشجع كل شيء ليكيب كينوض ناسيونال، كيعزف، كل كل شيء شيء كيعزف، واحد. خصوصا يعني بعد ما جات نتائج ايجابيه، واحد الوقيته كيشدك واحد نقدر نقول قشعريره تبوريشه، فهمتي، كتبقى يعني غادي مع ليكيب ناسيونال بواحد، خصوصا محاوله، ونقدر نقول لك راه اللاعب رقم 12 اللي هو الجمهور راه دار واحد المجهود كبير في هذا، يعني الناس، انا تلاقيت يعني ناس اللي مغاربه مشاو لروسيا، قال لك راه قطر ماشي هي روسيا من ناحيه ديال التشجيع، ومن ناحيه ديال ديك القوه، كنت كتحس بالجمهور كاين، الجمهور كيشجع قوي، حتى اللعاب يعني احنا لعبنا في واحد النيفو لا داعي للمقارنه به، ولكن اللعاب كتحس بانه مؤازر بالتشجيعات وداك الصفير، وهذا هو اللي كاين. هو بسبب ان المغاربه كما قلتي مشاو لروسيا اللي هي صعيبه، يا واللي هي صعيبه، ربما التالي ديال الكره هذا هو اللي الارضيه، كاين، ما يمشيوش لقطر ماشيوش اللي هي بلاد لقطر، عربيه، وبلاد اللي هذا هو اللي حتى كاين، هي ديال الضيافه وديال الضيافه الكرم والكرم والجود. صراحه واللبان اكثر. ربما اكتشفنا بان القطريين كيبغيو المغاربه كيبغيو بزاف، المغاربه، بالامير ديالهم، نعم بدون استثناء، بالاب ديال هذا هو الامير، الاب، بكلهم بانوا اللي كيموتوا وخصوصا على المغرب. يعني من المغرب دار نتائج ايجابيه زادوا ذاك حب بان بان الانتماء. داكشي، بان صراحه بان داكشي صراحه، هذا هو لان اللي باش كاين، تلقى الامير والاب ديالو هازين الرايه الرايه ديال والاحفاد المغرب، ديالهم صغار، ولادهم صغارين، داكشي يعني والله الا شيء شيء يتلي الصدر والله، وحتى الجمهور بالاحرى الشعب القطري خا، كلهم يعني نقطة خص يعرفوا، ما كاينش ربما بزاف الناس ما عندهمش هذه المعلومة، كما كنقولوا المواطن القطري يعني ما كيبانش بزاف، هما كيعزيز عليهم يخرجوا على كيسكنوا في لي ريجيون الهدوء، وفي كاين واحد الفئة ديال الجمهور القطري كلهم من جا كأس العالم غادروا للإنجليز، غادروا يعني بحال اللي فضلوا هاد يعني، مشاو لا، أنا ولكن كنقول لك يعني واحد الفئة، هادشي يعني معلومة كانوا كيقولوا انهم مغاربة وكذلك، حتى قطر دولة صغيرة قطر فضلوهم، كاين اللي ما وعجب الناس بزاف. راه دابا راهم شفتهم شي وحدين راه تيبكيو خواو عليهم خواو، المغاربة انا راني عشت غير شي 5 ايام تما، ولا واحد الملل فاش سالا صراحة، لان المونديال. انا من جيت من السعودية قول 20 21 22 مش 4 ايام تقريبا، خوا المترو خوا واحد النقطة، السي محمد سبحان الله العظيم اللي كان كاس العالم عاد بادي، كتلقى المكسيك البيرو، كتلقى يعني كندا فرنسا، واحد شويه في الدور من تقصى 16 وبقاو 16 كيبقاو كيبانوا بعد الاعلام، ما بقاوش كيبانوا، مشاو واحد لا الجمهور داكشي يعني التوني، لان مشات 16 المنتخب بقى 16، هنا ما يمكنش غادي المنتخب ديالك ما بقاش فين. وانت غادي تدور في السوق ولكن واقع، اللي عندهم قوه جماهيريه كبيره كانوا باقيين، اللي هو باقيين المغرب المغرب والارجنتين، على غير متوقع، ماشي غنقولوا كنا لا ماشي، متشائمين، اللي عندهم الواقع باش اللي نقول عندهم جمهور بزاف كان هو الارجنتين والمغرب، الارجنتين بقاو سبحان الله حتى هو التسالا اللي كاين، غير هو الجمهور الارجنتيني جمهور متشبع وعنده ثقافه كاس العالم، جمهور اللي يقدر نقول لك اصلا هما الارجنتينيين
ديجا كيجيبوا معاهم يعني كما كنقولوا تويشيات ديالهم تيبيعوهم تما، ايوه وعندهم داك الثقافه ديال مارشين وراهم كتجيهم عاديه في لي سيكيت يعني، ما يمكنش عارف الارجنتيني يعني حتى في هما الدخل كيكزاجيروش كان دي ما كيكونش اكزاجيرا. الغلاء فهذا هو بزاف المهم، خصو غير مثلا. باش ما باش يعيش وباش الا يدي شرا ب 100 التكلفه درهم يبيع يبقى ما 200 يخسر. درهم هذا هو اللي كاين، وكيجيبوا دي تي شورت اوريجينال كانوا كيبيعوهم تما في مراكز السكاكين. المهم دايرين هذا تجاره، هو وهذا هو الهدف في هذا كاس هو العالم، هو الهدف، لان الحركه هما كاس عارفين العالم. راسهم غيوصلوا للدومي، هما راه خسروا المقابله الاولى يقول لك حنا غادي ندوزوا الدور الاول، لان عندهم ثقه فيها. واخا المغرب مع بلجيكا المغرب مع وفي بلجيكا ملعب واحد اخر، ملعب كيفاش؟ تماما. انا نقول لك واحد النقطه سي محمد، وغادي يشوف المشاهدين، والله العظيم ذاك الملعب كنت كنتفائل به انايا، والله العظيم يعني ملعب. اولا لعبنا مع بلجيكا في اجواء ليليه هو قريب على الاخر ولا لا؟ قريبه قريبه على الاخر، وخا هو كتكمل بالباص، وانما المهم اقل ملعب ديال التمامه. اولا كيجي في واحد الشارع بحال اللي نقولوا حنايا في الفيلا جاي، لقينا بعدا ترحاب من المهم واحد العائلات كيعطيوك المهم هدايا حلويات. وهنا نرجع للنقطه اللي قلنا ديال الكرم ديال ديال القطر، القطريين هو والجمهور ديالهم المقابله المغاربه. دازت كنا كنقولوا يا ربي تاهي حنا شنو كان المغرب، الجمهور المغربي تيقول تعادوا المباراه الاولى والثانيه تعادل وغادي نربحوا الثانية كندا، وربحوا كندا. اللي كنقولوا هذاك يعني جسر بالتالي يعني كلشي كان كيقول بلجيكا صعيبة، بلجيكا صعيبه بالنجوم ديالها، بطبيعة وهذا الحال هو اللي كاين. والرتبة كدا هذا عالمية، هو الرتبه وهذه عالميه. غادي وعندهم لعابة واقفين مزهدين وهذه. المقابله السي محمد اللي وقع فيها واحد، ربما المقابله الوحيده اللي وقعت فيها هذه المبادره، كانوا لي تيكيت ديجا تباعوا في السيت ديال الفيفا، هما ليهم بحال نقولوا بان لهم باللي انه كاين فوتور جمهور ما دخلش، ودخلوا هنا كانت دخلات واحد 2000 بلاصه بزيرو درهم في هذه يعني المقابله هذه، داروا هكا. انا كنت كانت يعني تسهيلات. شفت هذا المنظر، دخلوا داروا يعني النظام ودخلوا بدون حواجز، دخلوا مغاربه هنا كانت قوه يعني إذن هذه هذه المقابله الوحيده، ما كانت كانش في كندا معاملة كنظن عربية يا اللي صافي دخلت فيها هذيك هذا العروبة هو اللي أن كان المغرب بان لهم بلي حاضر التيران خاوي وفين. ودخلوا، ولكن التيران لا عمر الطاقه السعبيه، ما كاينش حاجه سميتها المعامله، ما كاينش واحد مخلص وي سيكيت بيان سور ما ما يجهز يجي على ما 4000 يلقاش درهم بلاصته، مغربيه وما يلقاش ما بلاصته، يلقاش بلاصته. بان لهم بلي خصوصا مور الشبكه خاويه المدرج واقيلا على ما كنظن 33 ولا خلاو 34 الناس يدخلوا وكيكون بيليكي جم وخلاهم وصحاب يدخلوا. بيليكي موجودين لا ما لقاوش موجودين، هذا البيليي هو اللي بحال كاين، كيما في هذا هو الماسك هذا كيما هو في اللي كاين، غير تما كاين سكان سكان بحال لوتوروت كتسد السكاني باش كدوز لك لبرا. المهم كانوا شي حوايج يدخلوا الكوميديا وغالبا كيلقاو الحل، واحد كيلصق مع واحد وكيدخل تيدخل. وكيدخل المهم داكشي كاين حتى المهم كاين ديال الحل. داكشي لا ديال حب تورو شوف كاين حتى لا باش ماشي زعما نجاملوا، لا حب القاب خصو يدخل يشوف ليكيب تيدخل ديالو لاعب، وفعلا لان واحد مشى حتى لقطر هذا هو وما اللي كاين، يدخلش يشوف هذا هو المنتخب راه اللي كاين. كتبقى له. من غير هادشي كانوا دايرين واحد لي زون على برا فيهم لي زون هذاك الشاشات الكبيره فان زون، فان كان زون كان فان دايرين زون دايرين ولا فان فيستيفال يعني كانوا اللي ما يعني اللي ما تحلوش الفرصه ولا ما لقاش بلاصه كيجلس يتفرج. السي بوحد التيران راه كيبقى تيران، كيبقى تيران كل وقت تعيش اجواء الداخل. حضرتي الماتشات الماتشات كاملين كاملين، مع هذا الماتش ديال حضرت لهم كاملين بالاجواء ديالهم، مع هذا المقابلات ديال كرواتيا اللي تحرمت من النشيد الوطني ما حضرت كاملين يعني غير ما لقيتي كامل. لقيتهم دازوا بحكم المهم انا صفحة الداخل لا ماشي غير ترونسبور وقع لي زعما ما حضرتش بالتسخينات بكل شيء الحمد لله، شي راه موثق في القناه ديالنا. واخا غير نذكروا المشاهدين صلاح السمرطس راه القناه ديالو معروفه صلاح السمرطس، غتدخلوا غتلقاو فيديوهات زوينين نقيقيين، غتلقاو افلام زوينين من الناس اليوتيوبرز اللي كاينين في مدينه فاس اللي كيخدموا واحد المحتوى نقي وزوين وفيه دي ميساج، يعني باش نهضروا كليرينيت فيه دي ميساج، داكشي تقدر تفرج له انت والعائله ديالك، داكشي جديد بطريقه جديده، نتمنوا له التوفيق وكل التوفيق. اذا خليونا في الماتش ديال بلجيكا. بلجيكا بلجيكا احنا هنا كنا على اعصابنا وكنا هذا، انتم كيفاش عشتوا الاجواء تبارك البيت كيفاش؟ لان واحد الهستيريا ملي ترفض، انا كنقول لك ملي ترفض بعد الهدف الاول قبل قبل الشوط الاول بشي دقائق، وكما كنقولوا بلغه الكره كان صالح اللي يترفض ذاك الهدف، هذا كيقول لك شوط المدربين اوتوماتيكمون غادي يدخل فريق بلجيكي بالتوليفه ديالو هذا خاسر بواحد، منين ترفض داك الهدف هما بحال نقولوا كتافهم طاحوا ولا فهمتيني يعني مشات الامور في المنحه اللي بغى الوليد الركراكي. ايوا التاخر ديال الهدف الاول والثاني يعني جا في واحد الوقت مناسب، لقيت اللي بغات بلجيكا تريكيبيري وترجع في المباراه جا الهدف الثاني ومشات الامور صافي، يعني بحال مشات الامور في صالح النخبه الوطنيه. انا في المدرجات بغيت غير المدرجات، المدرجات تبان لي كلشي كيشجع المغرب كلشي. راه شوف راه واخا يعني دول رائده بحال نقولوا حنا دول العالم الثالث، راه بلجيكا ولا فرنسا ولا هذا راه الجمهور ما كيحضرش بقوه بحال الجمهور ديال امريكا اللاتينيه، انا باستثناء الجمهور الارجنتيني والجمهور المكسيكي كيحضروا بقوه،
مجموعة فرنسا بحال اللي قلت ما تيحضرش راه الدومي فينال وكنا حنا اكثر منهم بزاف، بزاف. هو الشيء راه مازال عندنا موثق، عطاهم واحد لابارتي في كامو لكن بورتو العدد ديالهم ما كيتعداش وقيله خمسة هذا آلاف هو اللي ولا كاين، هذا هو اللي غادي يكون شي كاع. اللي كاين. وتحية بمناسبة للجالية المغربية المقيمة بأوروبا اللي صراحة جات، واخا كاين واحد النوع ديال الجمهور اللي كنقولوا احنا جمهور كلاس تاجا في المغرب تاعل الربوعة الجا، عاجة كاين واحد النوع ديال هي الجمهور راه ما كيجيش في ادوار ديال، انا خبرك النقطة هذه يعني اكتشفت انا تما كاين واحد النوع الجمهور في اي بي ماشي غير في المغرب، ما في الانجليز هذا كيجي حتى كتدوز المنتخب ديالو عاد كيجي، انا عامة الناس كيبدا بالاول التالي حتى هذا. التالي بطبيعة الحال. هو الجمهور اللي في الحقيقة كيكون متواجد في الملاعب، إذا مشينا قلبنا شعبي البطولات كلهم راهم ولاد الشعب، هما ولاد الشعب صح الشعبيين. هذا هو اللي كاين، وحتى التشجيع راه تشجيع واحد مولف بالتيرانات، حافظ الأناشيد، هذا هو حافظ اللي كذا كاين، حاجة هذه خصو كذا، يقي فهمتي، يعيش مع كيتفاعل الحدث، هذا تيعيش هو مع اللي الحدث. كاين. راه ماشي بحال شي واحد راه تيقول لك شكون هذاك وشكون هذاك، ولكن كتبقى الراية المغربية، الرايه وكيبقى المغربيه هذا هو لاعب اللي هذاك كاين، مغربي، لاعب من هذا أجل هو اللي الوطن، كاين من أجل الراية صح المغربية، من قلبه كيتفاعل، وخا يكون مشجع ولا ماشي مشجع ولا أول مرة، كتلقاه من قلبه كيتفاعل. وهذا الشيء صراحة شفناه عشناه حتى حنا هنا في مدينة فاس، صراحة معمر المقاهي عمرو بالطريقة اللي عشناها هذه وخصوصا المرة، العنصر النسوي، والعنصر النسوي، نسوي العيالات كانت كبارين ما كتعرفش كاع إذا ما كانش العاش، لدرجة أن في المونديال دي روسيا ما كانش ما كانش الاهتمام، وفعلا كيخرجوا كي هذا وفعلا لأن تعودنا أننا كان المشاركة مشاركة كنديروا الصواب ونجي الغريب أنه عيالات كبار ما كتعرفش حتى القانون ديال اللعب، وهادو بين الطرائف اللي كانوا كيوقعوا في القهاوي، يعني تقول لها لاعب ميسي راه كيلعب مع حكيمي، علاش ميسي ما كاينش في هذا الماتش؟ ما كاينش، زعما علاش ما ملي يجيبوش كيعلموا غيسلفوا لنا فرقته بعد اللي لا قالت لهم يسلفوا حيت لنا كيلعب ميسي معاه في يلعب باريس سان معانا جيرمان، زعما راه غيلعب معاه حتى مع المنتخب. يجي يعاون كاين اخوه. ناس صراحة ما كيعرفوش هذه الامور، ولكن اللي زوين هو من خلال هذا المونديال بزاف ديال الناس ولاو يعرفوا بزاف الحويجات على كرة القدم وعلى صح المنتخب اتضحت ديالنا، الرؤية ولاو متبعينهم، ولا كلشي متبعينها كيعرف بوخلال فين كيلعب، هذا هو اللي ولا كلشي كان كاين. كيعرف حكيمي فين كيلعب، ولا كلشي كيعرف زياش فين كيلعب، ولا كلشي، يعني واحد الثقافة جديدة، ثقافة جديدة وهذه الثقافة زادت زكاتها الخروج ديال صاحب الجلالة حتى هو بالدوني وبالراية نعم كيشجع ذاك ديال الولي ميساج العهد قوي وهذا لدول العالم لدول كلها العالم هذا هو على أن المغرب يعشق كرة القدم وأن قدمه بلد والرياضة رياضي، الأكثر وإن شاء الله شعبية وهذا ميساج ديال إن شاء الله غادي تطور الرياضة إن بدون شاء شك، الله غادي بدون يكونوا شك شي إجراءات في المستقبل إن إن شاء شاء الله. الله نزيدوا الماتشات شوية باش، لأن الوقت يداهمونا الوقت بدينا كناخدوه بزاف، راحتنا بالوقت، والحديث معاك والجلسة معاك سي لا صالح يعطيك حلو، ولكن الصباح انا راه بالسلامة مازال بغيتك توصل لي يا الاجواء معنا اللي عشتيها انت واللي عاشوها بزاف ديال المغاربه تما، ملي كتدخل ملي كتخرج، الغداء العشاء الفطور فين كتمشي، يعني بزاف ديال الحويجات كيفاش عاشها واحد ولد الشعب مشى لقطر. اصلا والله العظيم اللي قلت لك واحد القضيه اسمع محمد، والله الا الوقت كيدوز الى هي بين الماتش والماتش كيدوز الوقت، حركه نهار المقابله كتنوض يعني كتفطر الميترو كتمشي كيكون عندك يعني داك الشيما كل ملعب غير هو لعبنا في البيس وفي التمامه وخليفه والتعليميه، هذوما الملاعب اللي لعب فيهم اربعه ديال الملاعب صافي، كتنوض كتلقاها كتدخل كتانتيغرا مع الجمهور المغربي كتلقاهم ناوضين الروينه في الميترو كتمشي صافي كتدخل الباص يعني التشجيعات يا كتبدا كتبدا في التيران هذا، ملي غير انت كتخرج المهم كتبدا بحكم ان بقى. عندك يعني التيكيت ديالك كتمشي بكري باش تحضر على ليشوفمون هذه باش يعني كتعيش واخا انت الحدث. عشتي ديك اللحظات تما، واللحظات اللي كانت عصيبه، ربما هو الصعوبه ديال العثور على التيكي، خصوصا بعد ما تاهل للاسف من الماتش المنتخب ديال الوطني البرتغال هنا للتصفيات. غادي ندخلوا باش نكونوا واقعيين، لواحد النقاط ديال نقدروا نقول لهم نقاط سوداء ونقدر نقول لك نقاط اللي شويه للاسف كانت شويه كتسيء شي شويه شويه اللعب، ما كتسيء ماشي غير شويه كانوا كتسيء واقعيين بزاف بتضرب صراحه. بدون لغه خاشه بس بعد هنا في ماتش ديال البرتغال يعني تقترحت الجميع بعض التذاكر هنا يعني ما كانش الطريقه، انا ما كنظن الناس جميعيا وعندنا 5000 تذكره، اذا هنا خصنا يكون عندنا واحد العقل المدبر كيفاش هاد الناس غنعطيهم واحد 500 بي كيفاش غنديروا لها، اما غادي نديروا لي باس نحطهم ديبوزيهم في واحد البلاصه ومن يجي المشجع المغربي الكريم يلقى لا مشجع مغربي كريم ما يجي خصو يشد التيكيت ديالو، خصو انه غادي اونكوراجي ليكيب وغادي سيبورتي ليكيب ناسيونال، لقيت التيكيت ديالو في الباص انا ده كان قصيره يعني فهمتي، غير احنا كيجي 10000 وكداك 5000 كتوقف هذا الماتش البرتغال باش عرفنا بلي هاد 5000 تعطات ولا ما تعطاتش ولا هذيك، يكون يعني جات
طوابير ديال المغاربه، شي دا شي ما داش، وجات 10,000. اذا تصور بنادم شاد الصف من 11 الليل ل 11 الصف، وصلنا النوبه ديالك انت هي 5,000 وواحد، نقول احنا جات 5,000، هذه 5,000 وواحد، وزيد حتى 10,000 ما داوش. اذا علاش غيضرب هذا الثمن هذه؟ يعني كان خصها تكون واحد التدبير في العمليه ديال هادشي اللي كان كاين. يكون في المطار يعني هذا هو، كان هذا اللي ماتش يعطاه البرتغال. الباسبور ديالو انا كنت كانت من الناس اللي صراحه ديت التذكيره، والله العظيم ما اخويا سي محمد الا تعرضت عليا وصلت ل 12,000 درهم، والله ما عطاتني نفسي ما نخرجش من الشي. انا جيت انا باش نشوف ليكيب يعني كان ناسيونال عن عندك قرب. التيكي ديالك جا شي واحد، وطلبوه الناس، بغاو طلبوه يشدوه الناس، لان بالثمن اللي كتكون بغاو تما كتكدا، وثمن. خصوصا ملي كتقرب الماتش كيبقى له 4 سوايع ولا 3، كيتطلب لك الثمن. يخص الجاليه المغربيه صراحه جاي مقطع الوراق، هو دابا داك المشجع المغربي اللي جاي خارج ارض الوطن ولا يعني جاي من الديار الاوروبيه، هو جاي كيقول لك انا غير اعطيني بلاصه اللي غادي، ما بقاوش التذاكر حب السيت. للمنتخب، هو جاي في طياره ب 30,000 درهم، 30,000 درهم ما ما عندوش عندهاش مشكل في عليه الثمن، ما عندوش يعطيه الثمن. 20,000 درهم حتى براسه انا في السوق وبيع وقت باعوا 3 الوراق ب 40,000 درهم. واحد السيد هو وبنته كندا جايين، من كندا. والجاليه المغربيه نجيك صراحه يعني من اجل باش يحضروا ليكيب ناسيونال، كانوا يعني صراحه كيقول لك ناخذوا التيكيت باش مش ناكل. ما كان كتبقى غير في واخا اللي كانت هو واحد مش الدفعه خداو في المطار، وكي ماشي كل شيء خدا، ده هو اللي كاين. اذا هذا هو المشكل اللي كان ديال ده هذا اللي الماتش في البرتغال، هما المقابله ديال اذا باش نحضروا بزاف الناس في الناس، النهايه بزاف الناس تما فين وقعت تابعوا. الكارثه، قال له النقطه اللي فاضت الكاس تما فين وقع، يعني بحال اللي تعطى العنصر النسوي بزاف التيكيت، وهذاك العنصر النسوي يعني ما عرفت انا كيفاش حضرنا احنا، جاب واحد ماشي ضد العنصر النسوي في التقارب. المهم كان حوايج تامه اشياء اللي هي يعني حسيته بحال شي شي شويه شويه ما تعطاش ذاك العدد اللي كان، يعني بيجا وهذا هو اللي خلى الجمهور ديال وزمعتور. فرنسا، هذا هو اللي خلى الجمهور الفرنسي ياخذ مور الشبكه. احنا ديما كنا كنسيطروا على ذاك، لا رجعتي لي فلوغ تشوف ديما كنا كنسيطروا على مور الشبكه، هنا كيكون واحد الضغط وهذه. المهم تما بحال نقولوا الجمهور المغربي تخلي للاسف، ما كانش انا لاول مره غنشوف الاجواء بارده في المباراه ديال فرنسا اخويا سي محمد، والله العظيم ما حسيتش بالجمهور كان قوي بذاك الطريقه اللي كان بها في تكرفص في الدخول، حيت تكرفص الدخول، وبقى حتى الاخير لحظه الجمهور تيقلب على التيكيت وهذه، وحنا اللي حصل الحظ. المهم عاوتاني بطريقه اخرى بعلاقه ديالنا، وهنا شكر خاص لبعض الزملاء الصحفي اللي داعي للذكر، خدينا من التيكيت بطريقه الحمد لله بشفافيه وبمصداقيه. هذا الشيء اخي صالح، يعني ملي كنجيو نبحثوا فيه ونقلبوا فيه، حتى لان كل شيء في الحقيقه ما كانش مراهن على المغرب انه غيوصل للسيمي فينال، كتكون صعوبه. لان مثلا لما مشينا للارجنتين، حنا كنا متبعين الاخبار ديالها بان شراو ليبي ديال دي تيكي ديال الفينال. هذه هي اللي كتسمى ماي تيم في السيت، يعني مثلا برازيلي كيشري كيقول انا غنتبع ليكيب ديالو، ومع العلم فيفا دايره يعني ضاربه الحساب اللي مثلا انت كبرازيلي غدير داك في لابليكاسيون ماي تيم، يعني غتحضر بعض المقابلات، ولكن قدر الله الفريق ديالك كيخسر في التومون يولي يرد دورك. الناس راه عقاريه، الناس داك الشيء قلت لك، دابا الناس عندهم هذا، ارجنتين كانوا شاريين تيكيتا، دابا لك كتب الله المونديال الجاي نديروا ماي تيم تبعوه. نشريو تشريو تاع السعوديه، هو اللي كاين، لان هذا راه تكليف اكثر ما هو تشريف. دابا لا قدر الله المنتخب مثلا غيشارك في النسخه القادمه ان شاء الله وصل التومون، راه ما غيكونش عندنا انجاز هنا ولا ما كاينش اسم، لان دابا الناس عينيها كبرت. عمرك تنزل على الربع دابا؟ هذا هو اللي كاين، هذا هو لان كاع حتى المنتخبات القويه كاع كتخرج مثلا من الربع، من الربع شفنا البرازيل، يعني كان حنا غير تجاوز الدور الاول، البرازيل كانت مرشحه وخرجت من الربع. تجاوز الدور الاول كان عندنا انجاز، لان فرحنا لمباراه كندا وخرجنا السوق واقف، السبليون كان عاوتاني ملحمه، وقلنا يعني خسرنا غير في التومون راه انجاز. درنا الربع كواحده من المنتخبات الافريقيه القليله اللي دازت للربع، دزنا الناس وتسمينا دخلنا للتاريخ كاول منتخب عربي كما طمعنا احنا هنا، هذا هو اللي كان كيطمع. وصراحه انايا نجيك صراحه المقابله ديال الترتيب، والله العظيم بقى فيا الحال شفت المنتخب كرواتيا يعني كيتوج البوديوم، انا ما سحبنيش غيديروا يعني البوديوم حتى الفينال وغيعطيو، داروا ذاك الساعات هذه، والله الا تمنينا كان زعما زدنا تمنينا ذاك، قدر الله وما شاء، حتى العياء كان العياء، العياء لي بليسيور خرجوا عليه بليسيور، هذا هو اللي كاين. سايس واكرد صراحه كقلب ملي دفاع كانوا البوست حاضرين في الاول ما كان حتى واحد، وهذاك البوست في كره القدم صار في السمام راه حساس، كيما باش هو كتلقى انسان يعني اجي كيلعب في ذاك البوست هذا كيكون نقول احنا بلغه الكره خاطر. وراه فيما كانوا كيكونوا عندنا لعابه قويين في ذاك البوست كنا كنكونوا قويين، بحال نيباز كيكون نيباز هو كان حاضر، وتحيه ليه بمناسبه كان حاضر، رجل طيب يعني كان عندنا واحد الجلسه خفيفه يعني راجل. اذا ما ندمتيش اللي مشيتي قطر؟
لا بالعكس، واخا مشيتي على تجربة. سيمانة ولا لا جوج عادي وزيد يجي 39 يوم. لا لا بالعكس مزيانة، تجربة وانفتاح على ثقافات أخرى. من بعد الفينال شفنا صور ديالك في السعودية، لا ولك شنو سبب الزيارة قال السعودية؟ لك حجة وزيارة، هي يعني ديال الحجة وزيارة، لا قلتي هو انت القضية صراحة ديال لأن الحجة وزيارة. ما عمرها تعاود لك هذه الفرصة، مش كنا واقعين دابا. أنا غير البارح شنو اللي شجعك تمشي؟ هو أنه الخاء ولا لا، هي بطاقة ديال هايا كتخول لك تدخل ثلاثة ديال الدول، عمان والإمارات والمملكة العربية السعودية. لكن ما شفنا بزاف ديال اليوتيوبرز ومجموعة ديال يعني المغاربة اللي كتشوف صور ديالهم في هذه المناسبة. يعني هنا يعني كيكون واحد بحكم قرب المسافة باش تدخل، يعني أثمنة مناسبة جدا. أنا البارح قلت كنت كان في فيسبوك يبان لي 23000 درهم، 33000 درهم، وهذا الرقم هذا يعني قل منه بزاف. بزاف. يعني باش هذا صافي، يعني خصك تستغل الفرصة تمشي لذاك المقام والله يقدر العز. إذا درتي زيارة لا فين بالضبط؟ جدة، وكتزيد تكمل 100 كيلومتر لمكة. مكة هذا مشيتي هو اللي كان عمره في ظرف 24 ساعة وكتولي ترجع. ترجع. هو اللي المهم النية أفضل من وهنيئا العمل. هنيئا لك، هذا هو وإن اللي ختمتيها بعمرة تبارك الله عليك، اللهم هنيئا آمين. لك، ختامه مسك، معنى الحقيقي ختامه مسك. هنيئا لك. كنا في المونديال وسالينا. إذا درتي علاقات دابا الحمد لله تما، الحمد لله. مازال كتفكر تولي دير زيارة أخرى ان شاء لقطر الله. تشوف وعلاش المناظر؟ لا، واخا يعني دابا خصك يعني الطريقه باش تدخل خصها يعني المهم طرق اخرى، لان ما كتبقاش يعني عندك الصيفه. ما قالوا لكم زعما اللي حضروا المونديال يبقاو حضر. يدخلوا يا عادي، علاش لا، كاينش كتقولي هذه زعما القضية. صعب، علاش لا ما كاينش اللي مش كاين. اشتراك بنيتي صاحبنا راك هذا درتي هو، ده. وما درتي لا مشكل لا والو. ما درتي لا هذا هو مشكل لا اللي كاين، والو. لانهم كيامنوا هما بهذا السي في. وي فعلا تكون سيرة حسنة كيعيطوا لها السيره البيضاء هما، يعني ما عندهم قانون، يعني ما كاينش القضيه ديال السرقه ولا النشل ولا النزاعات. كي قبطوا كما كنقولوا حنا قبطه من حديد في هذه الامور هذه، يعني تكون زجر في هذه الامور هذه. يعني ما عمر انا شفت يعني شي حاجه وقعت هكا، يعني شي شجار بين جوج ولا هذه. تصور معايا كتكون جالس حداك بلجيكي جالس تماركي عليك، تباركي عليك عادي، صافا بو كوراج عادي. روح رياضية. علاش حتى هذا المغاربة، نداء، حتى هذا نداء. المغاربة راه ما توصل مؤخرا في السنوات الأخيرة ولاو كانوا كيعيشوا واحد هذا الروح الرقي. الرياضية، هذا هو واحد اللي طلعوا شي الشيء اللي شوية من بغينا السعودية. نداء، بغينا نشوف هذا الشيء في المدرجات. علاش ما نكونش انا مثلا كمصاوي ولا هذا، نشوف رجاوي جالس حدايا ولا مثلا قنيطري حدايا. علاش علاش احنا كنا مع جنسيات مختلفة هذا الشيء راه ولا وديانات مختلفة شي شوية، ده شو ولا شي شي شوية. شوية ولكن راه للأسف ملي كترجع شوية قديم راه كان اللي جا كياكل الحجر من هذا هو ولا اللي مشيتي كاين. ليه تاكل الحجر. الحمد لله دابا راه ما كاين، بقيناش ما نشوفوا هذا بقيناش الشيء. نشوفوا هذا الشيء. راه شحال هذه، راه كان ملعب مركب ديال فاس، ذاك الشارع ديال تراك الصفرو، راه كل شيء كان كيسد القهاوي والمحلات ذاك الاول. دابا الحمد لله الحمد راه لله ولاو راه كيبقاو غادي الامور. حالين والامن واقف على الامور، سيكوريزي الامور، ولكن مازال محتاجين شي اللي نزيدوا شي كاين. شويه شفنا شي ديال حتى في الوعي. مباراه ديال الرجاء والماس، الحمد لله الرجاويين كيعرضوا على الماس والمصاويين والوداد شفنا مع والعدد. الوداد نتمنى هذا الشيء شفناهم يتعمم على كياكلوا جميع اونصومبل الفرق في الوداد. الوطنيه. هذا هو اللي هذا هو اللي كاين. وما سخيناش بيك في الحقيقه، كاين، ما سخيناش ومازال ان شاء الله نديروا شي حلقه خاصه مرحبا بالاعمال ديالك اللي ان شاء كدير الله. في مرحبا، انا راه المنتخب الاشاره ديالك شرف ليا وليلى، مرتاح بزاف. ودار دارك حتى انت، هذا هو اللي مرحبا كاين. في اي حاجه ليس تقدمها لهذه القناه فمرحبا مرحبا، بك لا لا اخويا يخطيك سعد. السي محمد. شكرا بزاف لا تبارك لا الله عليك. مرحبا، شكرا. تحياتي. اذا مشاهدي قناه فاس تي في ان، كنشكركم على وفاء المتابعه، نتمنوا هذه الحلقه وهذا الخاص ينال الاعجاب ديالكم اللي قربناكم فيه من رحله ديال ولد شاب ديال مشجع مغربي وديال اليوتيوبرز بمدينه فاس اللي عاش 39 يوم في قطر وحضر كل المباريات ديال المنتخب الوطني. هنيئا له وهنيئا لنا بالمنتخب الوطني. شكرا حفصه ودعاء في التصوير والمونتاج والاخراج. شكرا لكل متابعي قناة فاس تي في ان، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء. وما تنسوش ديروا ابوني لقناة فاس تي في ان وتفعلوا الجرس.